من العادات الجميلة والقديمة التي تميز بها أهالي المنطقة الشرقية في شهر رمضان المبارك عادة تبادل الأطباق الشعبية بين الجيران قبل أذان المغرب، فكان الأطفال يتنقلون من بيت إلى آخر حاملين معهم الأطباق الشعبية المعروفة في رمضان. وكانت عندنا عادة في رمضان، يعني الحين قليلة بانت. أول عندنا تطبخ أكلك في البيت، فطورك ما تأكله، لازم توزع على الجيران، توزع على أهل الديرة. أصحون رايحة جاية من بعد العصر، قبل أذان بعشر دقائق قبل بساعة نوزع، تعطونا أمهاتنا أهل الصحون، نوزع بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان، مثل ما ودي للناس بعد الناس يجيبون لنا، ما يأكلون إلا يأكلون الناس وياهم. تعطي جارتها وهي تعطي جارتها، صواني تروح تجي بالحارة، إحنا هذه انعدمت ما فيه. أول طعم للذة رمضان، إحنا معدوم ما فيه، إحنا هذه جارة تعطي جارتها وتأكل جارتها وطبختها. المغرب نص ساعة، ما توعاهم إلا راحوا البيوت، شو يسوون؟ تخلي كل واحد من بيتهم ياخذ ذيك الصينية وديها حق جارة، في بعضهم ما عندهم، بعضهم ما يأكلون زي اللي يأمهم. لازم جاري يضوقني اللي مساويه حق رمضان، وبيتنا يضوقون الثاني حق رمضان، وهذه طريقتنا احنا.